به الجماعة السابق لحقاش كنت من الناس اللي حضروا فيه وشاركت فيه وعطيت الدور ديالي أول الدور ديالي في ذاك المشروع نمدوه نكملوه ونزيدوا شي إضافات. بالنسبة لنا كحنا كسكان تين على ودي خاصة أوتي في غلال بصفة عامة كنشوف أنا بعد الصحة إما كنشوفوا خاص شي مستوصف لهذه المنطقه ملي كنشوفوا دابا الساكنه ما بقاتش كما كانت قبل دابا كتضاعف الساكنه. وبالنسبه للنقل المدرسي كما كنشكر سي عبد الغفور اللي شار ليها النقل المدرسي بخصوص التلميذات او الفتيات كذلك. والنقطه الثالثه واللي هي هي الطرق كذلك الطرق اللي كنتمناو من السيد الرئيس. حنا عارفين المجهودات ديالو ويضاعف المجهودات ديالو في هذه النقطه بالخصوص. وتحيه لكم مره اخرى. باب الخير تين على ودي التنميه والتعاون غنسلطوا الضوء على واحد القضيه اللي هي شريان الحياه كما كيتقال هو الماء الصالح للشرب. في المحور الاول في النقطه الاولى اللي غدويو عليها اللي فيها الماء الصالح للشرب والكهرباء والطرق. فعلا هاد الثلاث محاور مهمه جدا نقدروا نفيدوا فيها كممثلين جمعويين ونتناقشوا فيها ونخرجوا بواحد الفكره ولا واحد العصاره اللي توصلنا جميع لواحد الحل اللي هو توافقي. نرجعوا للماء الصالح للشرب. كاينه اشكاليه ديال ندره المياه وكاينه مشكل ديال غور الماء. كما كتعرفوا شتوكا والمنطقه المغرب كامل ولا افريقيا كلها كاين المشكل ديال استنزاف الفرشه المائيه المتعمد ديال الفرشه المائيه والمسكوت عنها للاسف من طرف الناس المسؤوله. وقضيه ديال القضيه ديال الماء الصالح للشرب هذه تقريبا عام باش تولينا زمام الامور في الجمعيه ديال باب الخير. كنلقاو الجمعيات ولا الممثلين المجتمع المدني كيتخبطوا خبط عشواء في هذا الدومين. هذا حنا نقدروا نقولوا حنا كمجتمع مدني ولا ممثلين ساكنه ما نقدروش نسيروا هذه الماده ولا نضمنوا الاستمراريه ديالها ولا الديمومه ديالها في المنطقه ديالنا. ونقدروا نقولوا حنا غنديروا نقدروا نوقفوا معكم قدما وساق ولا يد في يد باش نلقاو الحل لهذا المشكل. وفي الاخير كنترحم على الروح الفقيده الحاج محمد يزم الله يرحم ربي الله يغفر ربي صباحاس الدوله جميع الاموات المسلم. تحياتي تنمير النون وجمعيات نهضه بالفع لكره القدم بدوري وتمين هذه المبادره
اللي صراحه كما قال السيد الرئيس في التدخل ديالو، يعني الثمار ديال هاد اللقاءات هو هاد الفضاء الجميل اللي حنا فيه اليوم. وطبيعه الحال اللي ما كانش عايش في التجربه الاولى ديال اللقاء التشاركيه ما غاديش يعرف علاش كيهضر السيد الرئيس. حنا بصفتنا شاركنا في اللقاءات الاولى، يعني مثلا حتى اخريب، يعني المطلب ديال الساكنه انذاك تحقق اليوم، اللي هو مدرسه ابتدائيه او فرعيه. يعني اليوم راه ديك الفرعيه اللي كنا كنحلموا بها في ديك 5 سنين، دابا اليوم 5 سنين راه تنجزات، ولكن نفس المشكل راه عمره الثاني. اذا الطريقه باش كيتمشى وخريب والمناطق اللي المجاوره، يعني الكثافه السكانيه ما يعني الجمعيات ولا حتى الجماعه ما تقدرش تواكب هذا النمو الديموغرافي اللي تيكون بحكم الهجره الداخليه والفرص ديال الشغل اللي كاينين في المنطقه. كما قالوا الاخوان، يعني النقاط اللي هي اساسيه كما درنا في اللقاءات هذه 5 سنين، ركزنا على مثلا المدرسه والمركبه الثقافيه. كنعتقد باللي هاد الولايه الى الجميع نكب على هذا المشروع، هذا الاشكال ديال الماء، يعني لان هو المشكل الاول حاليا. يعني الى كاع مثلا المداشير اللي هي صغيره من حيث النمو الكثافه السكانيه ما عندهاش الاشكال اليوم، ولكن غدا غيكون الاشكال حاليا في تيف غلال، كاين في سحنان وفي اخريب بدرجه اولى، ولكن هذا لا يعني انه تنعلو عديو يكون نظيفن وكذا، ما غاديش يكون فيه الاشكال لان مطروح، اشكال مطروح بالطريقه باش كيمشي الماء. الجمعيات صراحه، الجمعيات حنا كنمثلوا المجتمع المدني، الطريقه باش كيمشي الماء ما غاديش تقد عليه الجمعيات. والقضيه ديال الاونيب المكتب الوطني للماء والصحه والشرب هو براسو كيتهرب من هذه المسؤوليه، فما بالك الجمعيات. اذا انا الاقتراح ديالي يعني نتحدوا جميع على هذه النقطه الاولى اللي هي مشروع الماء بالدرجه الاولى، ونجيو النقل المدرسي، لان حتى النقل المدرسي كيشكل مشكل. يعني مثلا في تيف غلال كاين اشكال، يعني اخري بوحدها اللي عندها نقل وكانت كتكون كتحل هذا الاشكال، ولكن هذه السنه تخلينا على تنعلو عدي، تخلينا على تيف غلال، ماشي لان ما بغينا نتخلاو، ولكن لا كثافه اللي عندنا في اخريب ما نقدروش نزيدوا دواور اخرين. اذا المطلب ديالي هو هاد النقاط بجوج، النقل المدرسي والماء الصالح للشرب. تمديدات هذه سنوات وحنا كان يعني الكهرباء كنسمعوا باللي كاين مشروع فيه مشاكل كثيره، كنتمناو المسؤولين باش يلقاو الحل لهذا المشروع، هذه الاشكالات اللي كاينين في هذا المشروع. ولكن الماء الصالح للشرب والنقل المدرسي هادو من بين الاولويات اللي خصنا جميع في تيف غلال بالخصوص، لان هذا الاشكال كاين في منطقه تيف غلال بالخصوص، مناطق اخرى يعني بحكم مشاو مع المجلس في التصور ديالو القديم باش يديروا اتفاقيات مع لونيب وداروهم، اليوم بحل او باخر يعني غيفكوا. لان انا نيت دابا وخري بكون عندنا ما جا ديال لونيب حتى للشارع ديال الشطو، يعني غنطلقوه غنعطيوه للناس باي ثمن، لان ما يمكنش نخلي تما الماء كاين وندير الناس في طاقه الشوف. ولكن الناس ديال تيف غلال انذاك ما مشاوش مع الفكره، ولكن اليوم هاد النقطه كتفرض راسها بكل قوه، وان شاء الله كنتمنى بالتعاون مع المجلس اللي كنتمنوا جميع المجهودات اللي تيدير. راه تنقولوا اللي كيقول المجلس ديال بالفع ما تيدير والو، خرج للميدان يدير. حنا تايقين في المجلس بجميع مكونات ديالو، وحنا معاه داعمينه بقوه ان شاء الله باش نفكوا هاد المعضلات اللي عندنا. وبطبيعه الحال الا لقينا الحل لهاد الماء والنقل المدرسي، راه كتجي ديك الكماليات اللي كنا كنبغيوها، بغينا ملاعب القور، بغينا شحال من حاجه، ولكن فوق طاقتك لا تلام.
وقبل ما نطلبوا راه ديما كنقولوا باش نشوفوا في الميزانيه ديال المجلس اللي هي ما كتشكل والو في هذا الشيء اللي كيتنجز حاليا لولا يعني التضحيات ديال القائمين برئاسه السي حسين صقور. يعني ما كناش غنشوفوا شحال من حاجه. وتحيه للاخوان والسلام عليكم. طاق رئيس جمعيه تدرفيت للتنميه والتعاون يغنديف اللي كتستقبلكم الان في المركب السوسيتي الربوي ديالها، وكنرحبوا بكم وبالحضور ديالكم. النقطه اللي ممكن نشير لها انا انه اللي سبقوني شاروا النقاط اللي هي نقاط ملحاحيه وانيه، يعني ما لما نضيف فيها الماء الصالح للشرب والكهرباء والنقل المدرسي، هذو النقاط اللي يعني هم مشترك بين تفغلا جميعا وبالفع عامة. والنقطة اللي بغيت نشير لها أنا في التدخل ديالي هي نقطة الطرق والمسالك، هذه إلى هي ماشي ملحاحية حاليا، ولكن إلى ما انتبهناش لها من دابا غنوقعوا فيها في مشاكل مستقبلا، لأن الوتيرة ديال النمو باش غادي المنطقة والدواوير والوتيرة ديال البناء اللي غادي دابا الآن، وكيشكل لنا واحد المشكل أنه حنا باقي ما عندناش تدخل في هذوك المسالك والطرق، يعني بقعات التجزئات السرية اللي كتكون اللي كاينين دابا مثلا في الدواوير والبناء بهاد الوتيرة، وما عندكش تدخل أنك تفرض معايير ديال الطرق وديال الزناقي. يعني حاليا نقطة اللي ما كنتبهوش ليها، ولكن في المستقبل نقدر نلقاو انه عندنا زنقه ديال المترونس، زنقه ديال 2 مترو، لا قدر الله عندك زنقه فيها 200 متر ديال المترونس وقعت لك حريق ولا شي حاجه في الداخل، راه حتى الامكانيات ديال التدخل ما غاديش يكونوا، لان الاسعاف ما غاديش تدخل تما ولا البومبيه ما غاديش تدخل لك. هاد النقاط ما كنتبهوش ليهم، كنقولوا يبني، ولكن نورمالمون هذه خصنا نفكروا كيفاش انه الجمعيات او الجماعه، واخا عرفنا انه ماشي التدخل المباشر ديالها، كيفاش غندخلوا في هذه النقط. لان مثلا الماء الصالح للشرب وقت ما كاينين امكانيات مثلا ولا التدخل ديال لونيب تقدر تجيب لك الماء وتدوز للقادوس، الشبكه ديال الكهرباء وقت ما سميتو دار الدراسه ودير التمديد، النقل المدرسي كذلك، ولكن التوسعه ديال الطريق الى الناس بناو وعطاوك واحد الزنقه صغيره وواحد المسلك ما صافي، راه امر واقع ما بقاش عندك شي تغيير. هذه النقطه اللي بغيت انا نشير ليها بالحاحيه لانها نقطه مستقبليه. وشكرا. اذا صحنوني انا حيم زداغني بناضيف سوا الصاغي بناضيف كلوين بزداغن سنسكون نصي مغور كنسن براك دارنا انكير هاد خطا صراحه هاد ساول حوالي نفكر المشاكل اللي درنا هنا بحكم انه يتداول النقل المدرسي لا امان الضوء ديما ما غنفلاس مد المسالك مشكله، كنين راه نحاول باش يحلاك راه الحاجه مثلا تنقص حماس الحل النقل المدرسه نسجلات المؤسسات التعليميه ذا تقرب تيفغلال لا نقيس المداشير مقورنين تقريبا راه شكلها نسبه مقورنه حماس بالفاع راه نتمنى حماس نهايه الجامعه نسمع قل حماس نقي طانا غير تنكر المؤسسه كرا الكوليج ولا الليسي على الاقل باش السيفسوس نفتروان طازايطان وسماتان دواسان نكري كاتاس تيسناد نكنيكا يكوناضي في مثلا شكون عزلت كل حماس انت قلت حبل الفا غادي يسيك ولا انا تيفغلال دارنا حنا المشكل هي المشكل الخطي كا اسكان يعني يجيك راه سكان غير تقاط الشانطي انشكل اللي كان دريت تقاني دما سنيت انت وين سما سنتين من السكويله ارتفن المشاكل كل مره القصاص الخطوره اللي نقل بعض الدراري حل الجيل نحل هاد الكسكاني الضحايا الشانطي يعني. انسجل مثلا يحلها كرا المؤسسه كرا الملحقه اللي تيتبعوا المجموعات المدارسيه اللي لا حماس تفغلال واخا غير حماس المسالك اللي زوارني حيسويرن اللي زوارني غير هو اللي زوارن دويسين سكاد هذا الطفو الزاني العقل نسمى ساكاي يصنف يصير حنا قلت غاوسي وين طياد ياضني نرى الملعب القرب ملي كل ليله نشكو نزر الدري دغيلار تعطاشني المسائل الرياضيات دور الرياضه الثقافه المسائل صغير كاني تسان سيمغور الجماعة بالفاع بعد أن تترجو طفل أدوار جميع نتغاوسيوين اللي ديت حماس نغيد نشكر زوار دور التوح مكتب الدراسات أنت سي زوار الله يهدي لك من غداتي أشكون أنت مورا نغيدنا قلت زلوم تغيدني صغير كاد غيلا تنمير تنو
الإشكال شبكة الكهرباء، الماء الصالح للشرب، النقل المدرسي. النقل المدرسي الإشكال نسري قعاوي صغير القدام. أولا إلا الاكتضاض، لأن نكون منطقة وافدة، يعني كل عام هذا نختلين الزيادة التلاميذ بحكم الضيعات الفلاحية اللي لنا مسنا المنطقة. ثانيا غلاء الأسعار، غير هذا المازوت مسنا ليسانس، يعني الأغلبية الجمعيات يغرو فين الحل راه سرسنت لي ترونسبور، يعني اختتك دون نقاش. الإشكال ليلا والسين هو الاكتضاض المدارس المؤسسات التعليمية، يعني مهما تبنى مؤسسة العام عامين يعني أردت لي الاكتضاض. لا الإشكال الصحة، يعني درنا المستشفى نكوني هذه تقريبا ما يقرب من 5 سنين ودرسي لو طبيب نس إلا طبيب أريد تشكى منين الشرني، يعني طبيب أريد كي يوصل يومين الأسبوع يميد نكون السن الكثافة السكانية اللي أنا بالفع الإشكالات الصحة. ولكن السيد الرئيس يعني بالصفة كنائب برلماني أول واحد يترافع في الإشكالات الصحة لله، ولكن نرجو فين الحل. إلا الإشكال التعليم، الإشكال التعليم تساول في البنايات داخل المؤسسات، أن الأقسام مرتلين، يعني هاد الأقسام مرتلين المرافق الصحية، التجأت المحسنين باش توفرت المرافق الصحية إتلاملا لله المؤسسة. شكرا. الفاع تقريبا الاخوان كاع سكن الاشاره نفس المشاكل اللي حط عليهم كل في غلال. بالنسبه حنا كنا حماس الدوار يكون نظيف نتاعنا على عدي تقريبا يخص امس الحاجه الترونسبور. بالنسبه للتلاميذاتنا حتى انا حنا مشاكل الترونسبور، يعني خاصه حنا امس الحاجه اول حاجه الترونسبور. تقريبا اما نفس الشيء الماء الصالح للشرب خاصه بحال بحال شبكه التمديد، شبكه التمديد ديال الكهرباء حتى مشكله تقريبا تبيدو لا بريبار ميد خاصه الضوء همس نغي اغارس. بالنسبه لي على عدي حتى تقب امس الحاجه الاغارس. النقل المدرسي كنا امس الحاجه بالنقل المدرسي هو اول حاجه بالنسبه لنا حنايا. وشكر خاص للسي حسين ازكو على الحضور، تحيه الاخوان المجلس اللي جاو، وكنرحبوا بالضيوف الكرام ديالنا. السلام عليكم. بنادم يريع بنو تقسيم الاراضي كانت الاشكال، تجزئة الاراضي كانت الاشكال، واخا كانت الباي الوراثيه حنا غير الوراثه حنا غير مكوسه د القضيه غير القوانين التعمير كان مشدده وريفي بنادم ما يبنو ها الملكيات كاتين ساتيتيكا من الاهالي الملاكين المحليين وري زعما انه واش كتقرا الهجره واخا كلهم الدنيا انا كان زدو كان والدي واش كانوا ولا والدتي صديفن. المشاكل ديال المسطرين التعمير تلقى مشدده بزاف نران بنو راس نوفي غير دارت غير تلقى السبب لا تزيات السرياري ريت اللي بني العشوائي. النقطه ضرب على الجامعه حتى السي الحسين كنائب برلمانيه فلاح يحمس النقطه هذه تلقى تلقى النقطه كان مهمه بزاف. تنمير السور هذه يلاه شار لها كتبان نزيدها. بالنسبه للرخص ديال 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 البناء بالخصوص من الشواهد الاداريه اللي ما كتسلموش بها بناء على ان الاراضي فلاحيه، ورغم ذلك ان كاين بعض الاماكن ماشي فلاحيه وما كتعطيش شواهد اداريه، ما كتعطيش شواهد اداريه كيقول لك راها هي ماشي سقويه. من جيت كالسيد نائب برلماني في التشريع ترافعوا على هذه النقطه بالخصوص لحقاش هذا عائق اللي بالفع بالخصوص السقوي والغير سقوي. هذا العائق هو اللي يدير حجز كبير حتى بالنسبه للجمعيات المجتمع المدني اللي كتبغي دير غير شي مركب سيسو ثقافي ولا تبني شي حاجه كيقول لك لا هذا المكان خاصو راه ارض فلاحيه ماشي فلاحيه. وتحيه.